أحبائنا مشاهدي الأرامية، نشكر الرب من أجل وجودكم معنا بهالعشية. نحن حابين اليوم نجلس عند أقدام الرب ونتعلم منه دروس اللي هو بيحب يعلمنا إياها. معي خادم الرب الأخ صفوت تدرس. أهلا وسهلا يا أخ صفوت. أهلا بك أخ. أشكر الرب من أجلك. أنا بصلي إنه كلنا بالبيوت نصلي له يا رب يسوع، شو بدك يعني اسمع اليوم؟ شو بدك يعني أخبي بقلبي لك يا لا أخطئ إليك؟ شو الأشياء اللي نتعلمها منه؟ انا حطلب منك اخ صفوت هيك تقودنا بسلام على المشاهدين ببيوت كمان. امين. يا ربنا الكريم يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا، بتحبنا يا رب وبينت محبتك لينا واحنا خطاه. الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. نشكرك من اجل يوم النعمه، نشكرك من اجل يا رب قلبك المفتوح وايديك الممدوده وكتابك اللي بين ايدينا. نشكرك من اجل نعمتك اللي مخلصة لجميع الناس. نشكرك لانك الان بتنادي كل متعب يا رب، تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بنشكرك لانه فيه رسالة خاصة من قلبك لكل متعب، لكل حزين يا رب. احنا بنشكرك من كل قلوبنا لأنه كل حاجاتنا لها جواب عندك يا رب. قال لك عبدك أسألك فتعلمني، الرب يجيب حيرتي. بارك هذا الوقت يا رب. يا رب أنا نفسنا تبعت لنا كلام من عندك يا رب بالروح القدس، يوصل القلوب، يفرحها، يسعدها، يحررها. ربنا يسوع نستودعك هذا الوقت بين إيديك، قدنا في كلماتنا وفي أفكارنا، نفسنا نشوفك وانت بتباركنا وتبارك إخوتنا في كل مكان. ليك يا ربنا المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. آمين. أحبائنا رح يكون موضوعنا من ملوك الثاني. نعم. الإصحاح الخامس. أيوة. وحيكون عن نعمان الأرامي أو نعمان السرياني بالعهد الجديد بيقول. وحابين ناخد القصة. حابين نقرأ القصة. أيوة. مش عارف نقراها اول ولا نعطي بجوز. هو ملوك الثاني خمسة اخويا جاكوب، يعني ملوك الثاني خمسة قصة جميلة، لكن مش بس واحد مريض وربنا شفاه، لكن في سبع دروس مهمة جدا بنشوفها في ملوك الثاني اصح خمسة. يعني نفس المشاهد لو ربنا يديله وقت ويتمتع معانا بكلمة الرب ونتلذذ بكلمة ربنا، ممكن تفتح كتابك في العهد القديم ملوك الثاني أصحاح خمسة، هنلاقي قصة وزير كبير قوي دخل حروب وانتصر فيها اسمه نعمان الأرامي أو نعمان السورياني، من أرام من سوريا. نعمان دخل حروب ياما وانتصر فيها، لكن رغم أن نعمان عظيم ومرفوع الوجه و وربنا اداله انتصارات كثيرة، لكن هذا الرجل كان يعاني من مرض البرص، فجمال من بره وفيه نجاسة من جوه، ممكن نسميها عظمة خارجية، أبهة خارجية ونجاسة داخلية. وده درس لينا عزيز المشاهد هنتعلمه. نعمان دخل حرب بين أرام وبين إسرائيل، وطبعا انتصر نعمان كالعادة. وأثناء المعركة وجد جنود نعمان فتاة صغيرة إسرائيلية، يعني يمكن شفقوا عليها مرضوش يقتلوها، فقالوا لنعمان ممكن البنت دي واضح إنها شاطرة وجميلة، تروح ناخدها معانا عند المدام، عند الست، عند مولاتها مرات نعمان. فعلا فحطوها في العربيات وخدوها. والبنت دي أنا يعني بحبها، البنت دي فتاة أميرة فعلا، يعني فتاة من إسرائيل، وإسرائيل يعني أمير، وهذه الفتاة أميرة فعلا. أمين. وبتبان أمارتها لما حضرتك هتقرأ تشوف قد إيه البنت دي بتحب نعمان بالرغم من قسوته. مش بعيد أبدا يكون نعمان حرق بيتهم أو قتل باباها أو قتل مامتها أو قتل إخواتها. فالفتاة دي المسبية اللي في بيت نعمان لاحظت ان نعمان الارامي هذا الملك العظيم اللي شكله حلو من بره
قبهة وعظمة من بره، لكنه بيعيط في البيت وبيبكي في البيت ويعاني من مرض البرص. والبنت دي عارفة ان اليشع في اسرائيل رجل الله ممكن يصلي لأجله وممكن ربنا يستخدمه في شفاء نعمان، فأطلقت صيحتها المباركة وقالت زي ما حضرتك هتقرأ لنا، قالت يا ريت نعمان يروح للنبي في السامرة وأنا متأكدة إني يشفيه من البرص بتاعه. نعمان طبعا الست قالت لنعمان، ونعمان خبر الملك بتاعه ملك سوريا ملك آرام، وملك آرام بعت جواب رسالة لملك إسرائيل قال له أنا بعت لك نعمان اشفيه، ونعمان خد هدايا معاه. ووصل نعمان والجواب إلى الملك. الملك لما شاف الموضوع ده شق هدومه شق ثيابه، لأنه بيقول له أنا بعت لك نعمان اشفيه من برصه، والملك غالبا الملك مش مؤمن، فشق ثيابه مزق ثيابه قال هو قال ده غالبا نعمان ده بيتعرض ليا بيجر شكل ده عايز يحاربني. سمع اليشع وقال للملك ابعتهولي علشان يعرف ان فيه نبي في اسرائيل، او في الكتاب المشوهد في الحاشية يعرف ان فيه اله في اسرائيل. وهذا كذا كان راح نعمان الى اليشع، واليشع بعت له حد قال له روح انزل الاردن وتغتسل في الاردن 7 مرات وتطهر. وهكذا كان. طبعا في البداية نعمان رفض هذا الأمر وغضب وكان عايز يمشي، لكن في عبيد حلوين قوي يعني أقنعوا، ونزل نعمان الأردن وطهر وبقي لحمه زي لحم صبي صغير. وهنا نعمان قال أنا النهاردة بس عرفت أنه مفيش إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، وبدأت فيه علامات الإيمان زي ما هنشوف. لكن للأسف الشديد بالرغم من أن عند نعمان عبيد كتار قوي لكن طيبين ومخلصين، لكن عند أليشع رجل الله خادم واحد، لكن للأسف ما كانش هدفه خدمة ربنا، لكن كان عنده محبة للعالم ومحبة للمال وعنده طموحات يبقى غني. و الرب اللي كشف البرص لأليشع، برص نعمان عند أليشع، الرب كشف جشع وقلب جيحزي لدى رجل الله أليشع، وكان عقابه قال له طيب إذا كان نعمان خد النعيم ومشي أنت هتاخد البرص، وبقي جيحزي أبرص. ربنا عايز ينور عينينا النهاردة انه رغم الخسائر المادية في اسرائيل في خسائر لكن في مكاسب روحية. نعمان عرف ربنا، وغالبا نعمان استقال من الشغل لانه بعد كده حصلت معركة ما نقراش، وما الكتاب ما يجيبش سيرة نعمان تاني. غالبا نعمان صار واحد من اتباع الله ومن اولاد الله. ففعلا فيه مكاسب روحية بالرغم من الخسائر المادية. بنعمة الرب نحن حنقرأ القصة، وياريت بالبيوت بعدين كمان حنفتح المجال من أجل الاتصالات، من أجل الصلاة أو من أجل السؤالات. نضلنا بالموضوع، إذا في سؤال كمان بنعمة الرب نسمع. بيقول وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بائس أبرص، وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده قائلا هكذا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك أرام انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب، وآتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من برسه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل أنا الله لكي أميت وأحيي؟
حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برصه، فأعلم وانظروا إنه أنا إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجع لله إن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم إنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت أن يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص؟ أليس أبانا وفرفر نهرا دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيده وكلموه قالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذ قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهرة. فرجع إلى رجل الله وهو وكل جيشه، ودخل وقف أمامه وقال: هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي نواقف أمامه، إني لا أخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطي لعبدك حمل بغلين من التراب، لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب. عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك عند دخول سيدي إلى بيت رمون ليسجد هناك ويستند على يدي، فأسجد في بيت رمون. فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. فقال له: أمضي بسلام. ولما مضى من عنده مسافة من الأرض قال جيحزي غلام إليشع رجل الله: هو ذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره. حي هو الرب إني أجري وراءه وأخذ منه شيئا. فسار جيحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكضا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال: السلام. فقال: سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا: هو ذا في الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان: أقبل وخذ وزنتين وألح عليه. وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي ثياب ودفعهما لغلامه فحملاها قدامه. ولما وصل الأكمة أخذها من أيديهما وأودعهما في البيت، وأطلق الرجلين فانطلقا وأمه هو. فدخل وقف أمام سيده فقال له إليشع: من أين يا جحسي؟ فقال: لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له: ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته لقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار؟ فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرز كالثلج. حياة مكاسب روحية رغم الخسائر المادية. وهون إليشع بيقول له: اغتسل 7 مرات. ونحن عنا 7 دروس حنتعلم منهم بنعمة الرب. تفضل يا محبوب بنبلش. الحقيقة الدرس الأول أخي عقوب فصل جميل، كلمة ربنا حلو. حلو، أمين. الكلمة الأولى أو الدرس الأول عن نعمان: أبها خارجية ونجاسة داخلية. الدرس الثاني من الفتاة الصغيرة، ممكن نقول بشارة الحرية في فم المسبية. النقطة الثالثة: إليشع أخذ هدايا، بس التطهير لا يمكن نواله بالهدية. 4: الأردن، كلمة الأردن يعني المنحدر، الأردن والولادة الثانية، نعمان ولد من جديد، صار لحمه كلحم صبي صغير. النقطة اللي بعد كده عن العبيد، عبيد نعمان: العبيد ومشورة حبية. ثم إليشع وعطايا النعمة المجانية. أخيرا جيحزي المتدين ونهاية المسرحية. للأسف جيحزي كانت حياته مسرحية،
بتتكون من 7 فصول لكن كانت نهاية أليمة. فبالرغم من أن نعمان الراجل الأممي الإسرائيلي اللي مش من شعب الله، نعمان ياخد النعيم ويطهر ويشفى ويرتقي وينمو في الإيمان، وللأسف الشديد رفيق رجل الله إليشع يطلع صفر اليدين. وهنا أخي يعقوب، وأنا بحذر كل إخواتي الأحباء، إن الامتيازات الدينية لا تعفي من السقوط من الخطية. الامتيازات الدينية لا تعفي من السقوط في الخطية. أقرب واحد للنبي، أقرب واحد لرجل الله إليشع جحزي، خادم رجل الله، قريب منه، كان بيشوفه بيسمعه وشوفه بيصلي وهو واقف قدام الرب، لكن للأسف الشديد لم يستفد أبدا من، ودي درس لينا يعني يكون الواحد يبقى قريب من الخادم، قريب من القسيس، قريب من الامتيازات الدينية. الامتيازات الدينية لا تعفي أبدا من السقوط في الخطية. أمين. بس حابب بس الفكرة أنه في أناس يعني متدينين بس بعد ما اختبروا الرب كمان بشكل بالمعنى الحرفي، أنه بعد ما اختبروش الرب، مع أنه هن بتشوفهم بالشكل بتقول مسيحيين مثلا، بس بالاسم بجوز هاي الفكرة، بس هيك وضحها شوي أكتر. أول حاجة في فرق بين التدين وبين الولادة الجديدة. التدين الإنسان متدين يعني يعرف عن ربنا، يعرف ربنا، يعني يلاقي في المواسم والأعياد يلاقي يقرب من ربنا، لكن طول السنة بعيد عن ربنا. يوم الحد يصلي، طب يوم الاثنين بتروح فين، يوم التلات بتروح فين. التدين معلومات دينية في الرأس لكن بعيد عن القلب. التدين عامل زي الفرق بين التدين والولادة الجديدة، زي الفرق بين الوردة الصناعية والوردة الطبيعية. المتدين ده عامل زي الوردة البلاستيك، تمسكها تلاقيها خشنة، تشمها يعني تشم التراب، لكن تقرب من المؤمن تلمسه سوفت ناعم زي المسيح. أمين. تشم ريحته تلاقي ريحة المسيح. فهناك فرق كبير بين المتدينين اللي معلومات، مجرد معلومات في الراس لكن ما فيش سلوك. تلاقي واحد من المتدينين دول راسه قد كده بس رجليه زي الفتلة، راس كبيرة قوي، الرأس عامر بالمعرفة والقلب خاوي من التقوى. ودي للأسف هذه مسيحية الكثيرين. عشان كده الرب يسوع كان دايما بيتكلم عن الرياء ويحذر تلاميذه من الرياء، ان نظهر بصورة قدام الناس مش هي الصورة الحقيقية قدام ربنا. ودي درس يعني مهم جدا، دي رب نعمة ننتبه ليه، لحسن الواحد يكون عنده رياء ومش واخد باله. حياة الرب يسوع أكتر شيء حارب ومش حارب وتكلم بعنف، يعني بكلام صعب على المتدينين، صحيح، على الفريسيين، بيقول لهم أنتوا بتحملوا الناس أتعاب وأشغال وأنتوا ما بتمدوش إيدكم عليها. وفي فكرة أنه في ناس بيعتمدوا كمان على الأعمال الصالحة. مرة سمعت كلام بقول لك تصور واحد ايديه كلها برص، نعم، يجيب لك فروت سالت، هو في حاجة التفاح والموز وده في حاجة ده روعة طيبين، وده الأعمال. تصور واحد يخلط لك ياها بإيديه الوسخة بدون ما يتطهر. الرب مثل واحد بيقدم له الأعمال بإيدين غير طاهرة مثل النعمان، يعني ما فيش بدون تطهير، بدون ما فيش. طبعا احنا لا نقلل ابدا من قيمة الاعمال الصالحة، لا ابدا، بس الاعمال يقول لك اعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فيها. أمين. يعني اعمال، يعني لو الاعمال مني انا ابغي من وراءها مجدي، مجد ذاتي، انا ابان، انا اظهر في الصورة. أمين. لكن الاعمال الحقيقية يعني احنا مش بنعمل عشان نخلص، لكن بنعمل عشان خلصنا. أمين. يعني الراجل اللي اسمه زكا امتى قال يا رب نصف اموال مساكين روع، احنا محتاجين فلوس للفقراء، محتاجين للمساكين عشان تستمر الخدمة دي، محتاجة دعم. أمين. فالاعمال
امتى زكى قال نصف اموالي للمساكين؟ لما الرب نور قلبه، نور آمين عينيه. آمين. فالمسيح لما يدخل القلب خلاص يعني كل حاجه ترخص. اذا كان الرب اداني فانا بدي الرب. تجددت امراه هنديه من الهند، فلاحظوا انه طول الاسبوع هذه المراه بتجيب العمله وعماله تجلي فيها وتلمع فيها وتجيب ليمونه بتعمل ايه يا ست؟ قالت له علشان يوم الحد انا عايزه اقدم لربنا عمله نظيفه، ما ادلوش عمله قديمه. فقالت ايمانها، قالت الرب اداني نفس مطهره، نفس جديده، معقول اقدم له عمله كده قديمه؟ انا عايز حتى التقدمه بتاعتي تبقى نظيفه بتلمع. فالرب لما يدخل جوه القلب بيغير، تبقى الرب يغير، بيغير. وتبقى يعني القروش طالعه من جيبي بحب وبسرور، وده ربنا اللي بيقدر العطيه اللي من القلب، المعطي المسرور يحبه الله. وهو فاحص القلوب ومختبر الكلى وعارف. انا هلا حابب اسمع عن المسبيه. نعم، هي النقطه الثانيه بتقول بشاره الحريه بفم المسبيه. وهي دي الاخت اللي حابين نسمعها الحقيقه، البرنسيسه، البنت برنسيس. دي الاميره، يعني الواحد نفسه لما يروح السما قبل ما نسلم على نعمان هدور على هذه الفتاه المسبيه الحلوه. طبعا النقطه الاولى عن نعمان قلنا ابها خارجيه ونجاسه داخليه. يعني الناس يشوفوا نعمان وهو في المركبة وهو لابس اللبس بقى بتاع وزير الحربية، النجوم بتلمع والناشين بتلمع، ويمكن أنا وإنت لما نشوف نقول يوعدنا يا رب، يوعدنا زي ما ادالك، زي ما اداك يا نعمان، يدينا يا رب، ادينا زي ما اديت نعمان. بس لو ربنا سمع صلاتك هتخسر، يعني هتاخد الشيلة كلها، هتاخد البرص كمان. فنعمان حلو قوي من بره لكن من جوه خربان. وفي ناس كتير يا اخويا يعقوب كده، في ناس كتير شكلها حلو، تلاقي الراجل ومراته ماشيين ويوزعوا ابتسامات على الناس وتقول دول اسعد زوجين، لكن يروحوا البيت كل واحد ينام في اوضه، كل واحد ياكل لوحده، منظر من بره. وايه رايك مين اللي شكله حلو؟ اللي شكله حلو في الهيكل الفريس ولا العشار؟ العشار طبعا الحقيقه، اللي شكله حلو، شكله حلو الفريس. فريس بيبين ده العشار واقف من بعيد ومش قادر يرفع عينه فوق وما يعرفش يقول كلمتين على بعض، ده مسكين. طب اقول لك يا اخويا يعقوب، مين احلى، الولد الصغير ولا الولد الاكبر في قصه الابن الضال؟ مين الحلو في البيت؟ اسال الاب، مين الحلو، الاب الكبير، الابن الكبير ولا الولد الصغير؟ اثنيناتهم خربانين. طبعا الابن الكبير قاعد بالبيت، الابن الكبير قدام بابا ينادي عليه، نعم يا بابا، اعمل الامر فلان، حاضر يا بابا. فالناس شايفين الواد ده بيقول حاضر يا نعم، بس لما بابا ينام يدخل الاوضه ويسكر عليه ويعمل ألعن من اللي بيعمله الولد الصغير. عشان كده الشر الواضح، طبعا الشر وحش، لكن الشر الواضح صدقني خير من الشر المستتر. يعني يكون الواحد يبقى واقع وخربان وتعبان ويظهر يعمل تمثيليه قدام الناس حلو، ده مصيبه. فنعمان الدرس الاول اتعلمه منه، أبها خارجية لكن في نجاسة داخلية، أبرص. النقطة الثانية الفتاة المسبية بقى، بشارة الحرية في فم المسبية. والبنت دي الحقيقة عملت عمل عظيم قوي، يعني ممكن الحلقة كلها نحكي عن هذه الفتاة الجميلة. أولا فتاة وليس فتى. اثنين مسبية ومش حرة لكن مسبية. ثلاثة من إسرائيل وعايشة في أرام، يعني غريبة، بيتكلموا لغة غير اللغة بتاعتها. لكن شوف البنت دي، شوف محبتها بقى، يا أيها الفتاة أنت بتحب نعمان؟ نعمان اللي لسه راجع وحرق إسرائيل ودمر إسرائيل وأذى بيتكم وبيت بابا، أنت لسه بتحبيه؟ أصله دي ده روح المسيح، دي روح المسيح، المسيح اللي بيحب حتى الاعداء. الرب يسوع هو رايح للصليب كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه؟ ملخص اللي قطع ودنه بطرس الرب شفاه، يا رب انت فاضي، انت خليك في اللي فيه. اللص اللي يتوب يخلصه. بطرس اللي يقع يتشفع ليه. والفتاة هنا روعة. الفتاة رغم انها مسكينة ومسبية وصغيرة وبيتكلموا لغة غير اللغة بتاعتهم، إلا أنها تحب نعمان. والبنت دي غالبة، علشان كده عزيز المشاهد الكريم ممكن حد يكون من العيلة مضايقك مزعلك،
الرب النهارده بيقول لك لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الفتاه دي فتاه عظيمه، فقالت يا ليت سيدي. الله، ايه الذوق ده؟ ايه الذوق؟ ايه الروعه دي؟ تقول يا ليت سيدي نعمان، سيدي، وده روح المسيح الذوق. بولس لما كان بيتحاكم قدام أغرباس وفستوس، يقول له فستوس، يقول له فستوس، بيقول له انت يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان الى الجنون، يقول له لا، لست اهزي ايها العزيز فستوس، لكن انا بتكلم بكلمات الصح، والملك عارف، والملك أغرباس انت مش تؤمن ايها الملك أغرباس؟ ويقول له طبعا أغرباس قال له شوف يا بولس، انت يعني كدت ان اكون مسيحيا، لولا قليل لصرت مسيحيا. فعلى طول بولس رد عليه قال له انا كنت بصلي من كل قلبي انك تبقى زيي، بس شوف الذوق ما خلى هذه القيود، يعني اللي انا حصلت عليه من بركات انت تحصل عليها البركات، بس ما عدا هذه القيود ان انا يعني خلف القضبان. بيقدر، بيكلم الملك أغرباس بكل ذوق، والذوق دي في مدرسة الذوق، الذوق عند المسيح. عشان كده نيجي للرب ونقول له ذوقا صالحا ومعرفة علمني. فتاة مسبية لكن في بقها بشارة الحرية. هو مين المقيد؟ المقيد نعمان ولا المقيد الفتاة المقيدة؟ هو المقيد الحقيقة نعمان هو المقيد، والبنت اللي في نظرنا مسبية هي الايه؟ هي الحرة. واحنا نبان قدام الناس ان احنا فقراء، لكن كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. وعلشان هذه الفتاة يبدو كانت شهادة رائعة في بيت حماتها، في بيت سيدتها مولاتها مرات نعمان، وبمجرد ما قالت يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. والبنت دي مؤمنة إيمانها غير عادي، لأن التاريخ ما يقولناش إن أليشع ولا واحد أبرص جه لأليشع. ما في. وقلت لي قبل التسجيل إن القصة دي يا أخي عقوب، قلت لي القصة دي حقيقية. حقيقية، لأن الرب يسوع استشهد فيها. في لوقا 4:27. صحيح. أظن. لما الرب كان راح الناصرة وبدأ يتكلم، الناس ما كانوش بيصدقوا، مش مصدقينه. قالوا عموما أنتوا بتقولوا له أيها الطبيب اشفي نفسك. عموما ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. وراح قال لهم على فكرة أيام إيليا النبي كان في أرامل كثيرة في إسرائيل، وإيليا لم يرسل إلى واحدة منها. ليه يا رب؟ يقولك ما يستحقوش. وما بعتوا مين؟ بعتوا واحدة إرملت صرفة صيد أممية. وراح كمان ذكر الرب يسوع القصة دي، قصة نعمان، في أول عظة للمسيح، أول عظة في لوقا 4 لما دخل مجمع ودفع ليه السفر وبدأ يقرأ، قال لهم كده وكان أيام أليشع كان هناك برص كثيرون أيام أليشع، ولكن لم يشفى إلا نعمان السرياني الأرامي أو نعمان السرياني. السرياني. فالرب ده عظيم، الرب مش طائفي، والرب لا يتعصب لفئة أو لجنس أو للون، كل أمة تصنع البر مقبولة عنده. فهذه الفتاة روعة، روعة، يعني ما عندهاش كلاكيع نفسية، مش مريضة نفسيا، مش متعقدة من نعمان، بتحب نعمان بالرغم من، واحنا يساعدنا الرب علشان نحب الناس ونحب قرايبنا بالرغم من اللي فيهم. أمين. حقيقة بتفرجي انه نحن كبنآمن بالرب نقول له يا رب يسوع علمنا انه اعدائنا عندما ترضي طرق انسان الرب يجعل اعدائه ايضا يسالمونه. وهيدي حقيقة مش ما اخذتهم كاعداء، يعني مرات كمؤمنين ما ناخذ اللي حوالينا كاعداء، ناخذهم بمحبة المسيح ونفرجيهم نعمة المسيح. احبائنا المشاهدين، انا حابب بعد عنا نقط اخرى كمان ودروس نتعلمها من القصة هذه، حنرجع معكم دقائق ونرجع معكم بنعمة الرب.
أعدوا طريق الرب، حملة جمع التقديمات للآرامية. الفضائية الآرامية بحاجة إلى 45,000 دولار ديون مستحقة لشركة البث. صلوا إلى الرب ليسد الاحتياج. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق، بل اعمل في الخفاء، فأبوك الذي يراك في الخفاء هو يجازيك علنية. بين المشاهدين مرة تانية نحن مع بعضنا وعم نتعلم دروس من كلمة الرب، ونحن قلنا مكاسب روحية رغم الخسائر المادية، وحكينا عن أول شيء عن نعمان وبرسه رغم أنه هو من برا مبين يعني عظيم حلو، لكن من جوا خربان. والإنسان اللي ما بيجي لعند الرب ويعترف بالخراب اللي موجود فيه مش حي يشفى. هاي واحدة كانت نقطة. النقطة الثانية كانت فتاة مزبية، مع أنه مزبية، مع أنه يعني مثل العبدة، جايبينها مثل عبدة هي. نعم. مع هيدا كله حست بمحبة وشفقة لنعمان، وهي بتعرف الإله الحقيقي اللي صح. قادر أنه يشفي. تمام. وهذا درس لكل الأحباء. لما أنت بتعرف الرب يسوع وأنت كمؤمن لازم تخبر وتشهد عن اللي عمله الرب بحياتك، وتقول لهم في إله بيقدر بيشفيكم، مش من مرض الجسدي فقط، لكن من المرض الأخطر، المرض الروحي. حنكمل مع بعضنا. النقطة الثالثة بنقول الشفاء لا يمكن نواله بالهدية. أي هو الحقيقة يعني هو فيه إيه أهم من الصحة؟ يعني نعمان عنده غنى وعنده ذهب وعنده فضة، لكن عنده برص. إيه اللي هيفيد الإنسان؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فلما قالت له تروح للنبي اللي في السامرة، فهو طبعا راح قال للملك، فالملك بعته للملك، وهنا يعني كان ممكن يخسر نعمان فرصة الشفاء. لكن نعمان خد معاه هدية، وحلو نبص محتويات الهدية. خدي معاه، يقول لنا الكتاب المقدس في عدد خمسة فقال ملك أرام انطلق ذاهبا فأرسل كتاب، فأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6,000 شاقل من الذهب و10 حلل من السياج. 10 وزنات من الفضة و6,000 شاقل ذهب و10 حلل سياب، ودي هدية ضخمة جدا، ضخمة جدا. هنشوف دلوقتي يعني نشوف الهدية. حابين في عنا اتصال معنا الأخ أبو كمال، أنت على الهواء يا أخ أبو كمال. مرحبا أخي أحبوب، كيفك يا حبيبي؟ الله خليك، تحياتي للأخ صفوت. أهلا بيك. أهلا أبو كمال، ربي بارككم. ربي باركك. اسم نعمان اسم سامي معناه نعيم. أيوة. نعمان يعني نعيم فعلا. نعيم، وهو رئيس جيش بن هدد ملك الآراميين بأواسط سوريا، وأصيب بمرض البرص. البرص يرمز دائما إلى الخطية. أي. وبحث عن علاج، فأخبرته إحدى جواري امرأتي وهي يهودية، يعني طفلة صغيرة معناه ومذبية، يعني المفروض منها أنه تقول له إن شاء الله ما تشفى. ولكن بالعكس قالت أن في السامرة نبيا الله يقدر على أبراء المرض اسمه إليشع، فأخذ كتاب توصية من ملكه إلى ملك بني إسرائيل وسافر إلى السامرة وأعطى الكتاب الملك، والحال خاف الملك
الملك هو خاف يعني فكر انه هاي مصيده له يعني راح يمكن ما يقدر يشفيه وراح يهلكه وسافر الى سامريا واعطى الكتاب الملك وقال خاف الملك لانه اعتقد ان الملك ارام يقصد اللقاء به ومحاربتي بحجج عزيم انشفاء القائد الابرز ولما علم إليشا بذلك يعني إليشا كان يعرف الموضوع لأن هو إليشا دائما يرمز إلى الرب يسوع أنه يعرف القلوب والرب كشف له الرب كشف له إليشا أنه راح يجي لك واحد ما أدري طوله ولما قال أنه راح فيك إلى 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 ما تنزل بالماء قال لا ليس في فرفر النحر عندنا موجود وكل شيء هو ما كان يقصد انه هو لازم كان يطيع كلمه الله وهي معناها اطاعه كلمه الله والرب شفاه شكرا رب يباركك يا ابو كمال خلصت لنا الدرس على السريع يا ابو كمال نحن حابين نكمل بالموضوع الدروس واحده واحده ونشكر الرب من اجلك يا ابو كمال التطهير لا يمكن نواله بالهديه اخذ هديه معاه قيمه خد 10 وزنات فضة يقول لنا الكتاب نتعلم ان وزنة الفضة 48 كيلو جرام يعني 10 وزنات فضة مش انت راجل بيشتغل في الشوائل دي مش 10 وزنات يعني 480 كيلو جرام فضة و6000 شاقل ذهب شاقل الذهب الشاقل 11.5 جرام 6000 شاقل يعني 69 كيلو جرام ذهب و10 أطقم حلل ثياب بقى من ثياب سوريا والحرير بتاع سوريا فخد هدية طبعا فكر الإنسان أناني فظن ملك آرام إنه لما يبعت الهدية دي يعني إيه يشفيه بسرعة ويفتح مخك بقى معانا بقى يعني إحنا جايبين لك إيه إحنا جايبين لك هدية لكن طبعا التطهير لا يمكن نواله بالهدية وإحنا نشوف إني حاول يدي أليشع فرفض إليشا يمكن ما عزمش عليه جامد لا ده ألح عليه فأبى فكل عطايا ربنا زي ما نشوف عطايا مجانية بالمجان أنا ذكرني بقصة إبراهيم ذات الموقف مع ملك سدوم نعم. بيقول له خد الأملاك كلهم بيقول صحيح. أنا مش هاخد منك ولا شراك نعل لحتى ما تقول انت انا اغنيت صحيح. ابراهيم مع انه كان صاحب حق يعني ابراهيم دخل الحرب ومن حقه ياخد الاجره مزبوط فابراهيم كان نزيها وهو صاحب حق ورفض انه ياخد من ملك سدوم والرب يسوع بيذكرنا كمان بيذكر الجميع نعم. اخذتم مجانا اعطوا مجانا سو هيدا القانون الالهي صحيح. في العهد القديم وفي العهد الجديد أصله أليشع كمان يا أخو يعقوب أليشع معنى اسمه يهوى يخلص أمين. أليشع في العهد القديم رمز باهر لسيدنا ربنا يسوع المسيح أمين. رمز للمسيح المخلص وعطايا المسيح كلها عطايا مجانية الرب يقول تعالوا خذوا كلوا بلا فضة وبلا ذهب من غير ما تتعب الرب هيديك خلاص مجاني لأن المسيح فدانا بدمه فمش مطلوب من الإنسان يعمل شيء علشان يخلص كل اللي مطلوب منه يجي علشان يخلص فالتطهير لا يمكن نواله بالهدية نحن بنقول كمان إنه صحيحة أنت مش عم يكلفك شيء لكن كلف دم ابن الله التطهير من الخطية يعني الرب يسوع لما أعطى ذاته مع أنه هو فور فري لكن كلفة غالية جدا 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 صحيح على قلب الآب السماوي الذي ينظر خلال دم ابنه لكل واحد فينا دعوة ربنا لكل شخص بيقوله ثيراني ومسمناتي قد ذبحت كل شيء قد أعد تعالوا إلى العرس ربنا عايز يفرحك ربنا عايز يسعدك من غير ما تتعب من غير ما تدفع خلاص المسيح خلاص بالمجان الرب بيدي حياة أبدية دي هبة زي ما مكتوب في أجرة في رومية 6:23 لأن أجرة الخطية هي موت أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا أنا بتطلع كمان بشوف أنه الإنسان بطبيعته بيحب أنه يعني مثل كأنه عم يعطي
يعني ما بدوش شيء من بلاش، يعني ما بدوش شيء بالنعمة، بده يعمل شيء لحتى ياخذ. هاي مشكلة بظن. دي مدرسة قايين، دي مدرسة أصله اللي خلف ما ماتش. اللي خلف مثلا يقول لنا اللي خلف، دي مدرسة قايين. قايين داخل ربنا ومناخيره فوق وشامخ فوق، بيقول له باركني، أنا مقدم لك أهو، أنا مقدم لك الحاجات اللي تعبت فيها وزرعت وحصدت، اقبل اقبل لأن أنا أستحق. ده مبدأ الاستحقاق. عشان كده يقول يهوذا، يمكن يقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. قايين هو نظر المدرسة الأعمال الصالحة تبررني قدام الله، والحسنات تذهب السيئات. ده منطق بشري أناني يظن أن الإنسان لما يعمل كويس يعني ربنا يقبله وربنا يدخله عنده. ده مبدأ شيطاني. مدرسة قايين، مدرسة قايين. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. لكن حلو هابيل، هابيل اللي اتعلم من بابا، تعلم من بابا آدم، إنه آدم ربنا قال له يوم أن تأكل منها موتا تموت، هتموت يا آدم. وفعلا ربنا رحم آدم وأنقذ آدم، وبدل ما آدم يموت في ذبيح الذبح بداله. فهابيل احتمى كمان في الذبيح، قال الذبيحة اللي سترت بابا آدم تسترني، فقدم من من اللي عنده من سمان الغنم اللي عنده، وربنا رضي عن هابيل. ربنا قبل ذبيحة هابيل لأنه قال له يا رب أنا لا أستحق إلا الموت. فاللي يجي ربنا يقول له يا رب أنا لا أستحق، أنا رب عشمان في عطفك، عشمان في فضلك، عشمان في كرمك. الرب يقينا هيغدق عليك الغنى والكرامة والغفران. حقيقة مش عارف إذا ماشي معها، بس كمان سيمون الساحر بالظاهر فهم القصة أنه لازم يدفع مصاري على قصة أنه ينال الروح القدس، وبطرس بيقول له لتكن فضتك للهلاك، بيقول له سو الناس بيحبوا يجيبوا يعني شيء مقابل شيء، كأنه رح يدفعوا الحساب. فواضح في ملوك الثاني خمسة أن نعمان، أن أليشع نبي النعمة رفض ممكن. كل هدايا نعمان، رفض الفضة ورفض الذهب ورفض الثياب، لكن مدرسة قايين موجودة بانت في جحزي. ما أبعد الفرق مزبوط. بين أليشع ونزاهته وبين جحزي ودناءته. حننتقل للرقم أربعة. نعم. واللي بتقول الأردن والولادة السماوية، ده قلب الحدث. يعني ده التيرنينج بوينت، ده نقطة التحول في حياة نعمان. الفتاة قالت لمولاتها يا ليت سيدي نعمان يكون في النبي، يكون قدام النبي الذي في السامرة. الحقيقة أخو يعقوب، نعمان ارتكب ثلاثة أخطاء كان من الممكن أن تضيع منه فرصة الشفاء. الخطأ الأول أنه المفروض يروح للنبي، راح للملك. نمرة اثنين، أخذ معاه هدية، وبعدين الغفران والشفاء ده مش بالهدية، مش بالهدية. نمرة ثلاثة، غضب وكان عايز يمشي. ليه؟ لأنه ظن نعمان أن أليشع ده هيطلع ويحط إيده عليا، يحط إيده على البرس ويتمتم ويقول شوية حاجات كده، يعني إيه، يقول شوية، يرتل ترتيلات ويقول كلمات مش مفهومة ويخف، فكاد يفقد فرصة الشفاء. نمرة واحد، أخطأ العنوان. أخطأ العنوان، يعني راح عنوان غلط. عنوان الخلاص، عنوان الشفاء هو الرب يسوع المسيح. أمين. الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أمين. كنا في القاهرة مرة وكان معايا واحد أسترالي اسمه لورين، ولورين يفهم في شوارع القاهرة أكتر من المصريين اللي ساكنين فيها. وجا واحد صعيد من بلديات نتايا، فهو في نواحي مصر الجديدة وعايز يروح شبرا. أنا الحقيقة ما عرفتش أقول له إيه، فلورين ده فاهم، فقال له تمشي الشارع ده دغري وشمال ويمين وتركب الاتوبيس رقم كذا يوديك شبرا. لكن الراجل ما فهمش، فراح رسم له الخريطة على ايده. الراجل الصعيد طلع ايده كده، ولورين رسم له الشارع وكتب له رقم الاتوبيس. لكن قبل ما الصعيد يمشي طلع له نبذة حلوة،
عنوانها أنا هو الطريق. فقال له الأتوبيس ده يوصلك شبرا، لكن الشخص ده يوصلك السماء. آمين. تركب الأتوبيس توصل شبرا، هيوصلك شبرا، الطريق إلى شبرا. لكن يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماء. آمين. نعمان كان هيغلط، العنوان غلط، راح للملك. طب الملك هينفع إيه؟ الملك مزق إيه؟ ثيابه. مزق ثيابه. وهنا إليشع يقول له لماذا مزقت إيه؟ عزيز المشاهد الكريم، يمكن صدقني يمكن مزقت ثيابك، يمكن النهاردة رميت الطبق ولا رزعت الباب ولا رميت الكباية ولا صوت عصبي. الرب النهاردة بيقول لك ليه أنت عصبي؟ لماذا مزقت ثيابك؟ تعال لي. الرب يسوع يريحك ويريح أعصابك ويريح نفسيتك، ورب يشفيك ورب يحل مشاكلك. أنت بس تعال زي ما نعمان راح لأليشع. وطبعا أليشع ما طلبش منه المستحيل، قال له يا نعمان اذهب إلى الأردن. وليه الأردن بالذات؟ كلمة الأردن يعني المنحدر، نهر الأردن نهر المنحدر. وقال له اذهب إلى الأردن فتطهر، اغتسل 7 مرات ويرجع لحمك لحم صبي صغير. يبقى الأردن وتغطس. يعني الأردن وتغطس؟ أولا لازم يصدق، لازم يصدق أن الأردن بالذات. هو طبعا زعل وقال له احنا عندنا نهرين في دمشق، أبانا وفرفر، وأبانا والفرفر دول هما نهر البردي ونهر الأعوج، البردي والأعوج في دمشق في سوريا. قال لهم احنا المية يعني مية إسرائيل أحسن من ميتنا. لا، هي الفكرة مش في المية، الفكرة مش في مية سوريا ولا مية إسرائيل ولا مية مصر، ولا المية عمرها تطهر. المية حلو، المية تغسل إيدك وتنظف إيدك، لكن المية ما تنظفش قلبك. ما بيلاطس راح غسل إيديه بالمية وقال أنا بريء من دم هذا البار. هل برأوا المية؟ المية لا تبرئ، الدم، دم يسوع المسيح يطهر. نعم، من كل خطية. فالأردن معناته إنك تذهب إلى المسيح. المسيح ده اللي دفع الثمن. الأردن معناته المنحدر، والرب يسوع المسيح اللي الله غضب عليه. ليه الله غضب عليه؟ لأن المسيح كان ممثلي وممثلك، المسيح كان حامل خطايانا، والمسيح وقع تحت الدينونة، أجرة الخطية موت. فالمسيح دفع الإيه؟ المسيح دفع الثمن. الله غضبان، الله غضبان، الله قدوس، وغضب الله معلن على جميع من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. لكن المسيح أسكت غضب الله. إزاي أسكت غضب الله؟ بعمله الكفاري، عمل الكفارة أسكت غضب الله إلى الأبد عن طريق محبة الله. فالطريق للتطهير، تطهير من النجاسة بتاعت الخطية، طريق واحد، اذهب إلى الأردن. ولما تروح لخادم أمين زي أليشع يقول لك روح الأردن. والآن في المسيحية كل خادم أمين يقول لك عايز تطهر تعال إلى المسيح. المسيح بيقول لك التفتوا إلي واخلصوا. وقال واحد مش محتاج تروح مدرسة عشان تتعلم الالتفات، وانت دلوقتي انت تعالى بقلبك دلوقتي للمسيح، التفتوا إلي واخلصوا. كمان الرسول يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. ادعو باسم يسوع قل له خلصني، يخلصك. تعال إليه، بيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين، يلي ضميرك تعبان تعال إلي أنا أريحك واغفر لك خطاياك. اذهب إلى الأردن، تعال عند المسيح، تعال عند الصليب. مفيش سكة، مفيش سكة لغفران الخطايا إلا عند يسوع. ليه؟ لأنه يسوع هو اللي دفع الثمن. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والمسيح له كل المجد، المسيح سفك الدم وزرف الدمع وبيحبك ومادد ايده ليك. فنمرة واحد الإيمان يا أخو يعقوب، قال له اذهب إلى الأردن، وبعد كده اغتسل، التوبة بقى، اعترف بخطيتك. أنا متهيلي كده نعمان راح الأردن كده ويعني لعب في المية وبص في البرص، لايز البرص قاعد زي ما هو. فعبيده يقولوا له لا، ده بيقول لك الراجل انزل خالص، اخلع اخلع وانزل. يعني بين البرص، بين البرص. هو طبعا نعمان مكسوف، مكسوف يبين البقع الصفراء
البقعة اللي موجودة في جواه قدام الناس قدام العبيد. قالوا له أليشع بيقول لك انزل انزل، فلازم يتخلع، فخلع هدوم ونزل. أول غطسة ما طهرش، تاني غطسة ما طهرش، سادس غطسة لم يطهر، لكن مرة السابعة. وليه سبعة؟ ليه سبعة؟ أنا كم تسأل السؤال بس أشكر الرب اللي ذكرتني فيه. أنت عارف ده تواضع منك يا كعوب. سبعة رقم الكمال، يعني تواضع كامل. يعني يا أخويا تيجي لربنا وتقول له أنا يا رب الخاطئ، مش تقول نحن الخطاه، ده كلام عام. مش إحنا يا رب وحشين، أنت مالك ومال اللي جنبك. قول له ارحمني زي ما قال عشر، اللهم ارحمني أنا الإيه؟ الخاطئ. أنا الخاطئ. تيجي بنفسك، مش تعمل زي الأم اللي راحت للمدرس قالت له بقول لك ايه ما تضربش ابني، انت اضرب الولد اللي جنبه عشان يخاف لا يعني مش اللي جنبك يتوب. احيانا الراجل يقول للست مراته تكون مؤمنه تقول له صلي يا اخوي، توب يا اخوي لحسن تموت، والخطيه حبلها قصير لحسن تموت وتروح النار، صلي قولها البركه فيك صلي. ما ينفعش ما ينفعش مراتك تصلي من اجلك، انت لازم تتوب. هتفضل لامتى نايم؟ هتفضل لامتى سكران؟ محدش هينفعك، محدش هيصلي من أجلك. أنت لازم تطلب الرب من قلبك، أنت لازم تشعر بنجاسة ونجاء ورداءة الخطية وتقول له يا رب أنا محتاج ليك، أنا محتاج لغفرانك، طهرني يا رب. محدش هينفعك، محدش هيصلي لك، لازم تيجي بنفسك. زمان بحكي يعني دايما بحكي قصة طريفة، وكنا في قرية وبنتكلم عن الرب يسوع اللي بيخلص. جاتني واحدة ست يا خعوب، قلت لي يا ولدي انا بحضر لي 10 ايام الكنيسه وما اتغيرتش يا ولدي زي ما انا، وبتخانق وام فلان بترنم وبتسمع ترانيم وفرحانه وانا يا ولدي ما اتغيرتش. قلت لها ماما طب صلي توبي. قلت لي يا ولدي ما اعرفش علمني. وانا بسلم على الناس قدام الباب الكنيسه قلت لها طب غمض عينيك وقولي ورايا. قلت حاضر يا ولدي. قولي يا رب يسوع يا رب يسوع. قالت ورايا يا رب ارحمني. قالت يا رب ارحمني انا الخاطيه. راحت فتحت عينيها وقالت لي مين قال لك يا ولد انا خاطيه؟ مين قال لك انا خاطيه؟ ايه ده يا ست انت مش خاطيه؟ قالت لي لا يعني انت فكرك يعني ده انا احسن من ام فلان وام فلان وام فلان. وطلعت كل الاخوات، طلعت كلهم اي كلام وهي بس الايه؟ بس كويسه. لازم اخويا المشاهد لازم تعترف انك انت خاطي، ولازم تقوم دلوقت وترفع قلبك دلوقت. ده نصيحه من قلب بيحبك، ونصيحة من أخ مخلص بيحبك بعين دامعة وبقلب مكسور عليك. بقول لك صدقني أنت محتاج الرب. محدش عارف بكرة يحصل إيه، محدش عارف بعد ساعة يحصل إيه. رب بيحبك وبقول لك تعالى دلوقتي. قل له قل له زي ما قال عشار، قل له اللهم أرحمني أنا الخاطي. نعمان عملها، نعمان خلع كشف قلبه وكشف جسمه ونزل الأردن مش مرة لكن سبعة. كمال الاتضاع، ولما تتواضع تواضعوا الرب يرفعكم في حينه. امين. انا ذكرتني بقصه الرب يسوع صارت معاه. نعم. امراه مش كويسه هي تبكي وبتغسل رجليها بدموعها، المراه الخاطيه في لوقا 7. ده سمعان، في واحد اسمه سمعان الفريسي بقلبه بيحكي بيقول لو عرف انه لو النبي كان عرف هذه اللي تمسه. وبيقول له الرب يسوع بيقول له هي احبت كثيرا لان كثيرا غفر لها. بس مشكله سمعان ومشكله كثيرين يفتكروا انه اللي حدهم خاطي اكثر منهم، لكن ما بيطلبوش المغفره عن عن الذنوب اللي صحيح. في رموز رموز عن المسيح من جهه الفلك. ممكن هذا الرمز بيمشي مع هو طبعا كل الأردن العهد القديم كله يا اخويا الحبيب يعقوب كله رموز عن المسيح. يعني الذبيحه اللي سترت ادم ده رمز للمسيح. امين. الذبيحه اللي قدمها هابيل رمز للمسيح. الفلك زي ما حضرتك اشرت ما الوسيله الوحيده للنجاه من الطوفان والغضب في العالم كله؟ الفلك. وده بطرس بيقول ان الفلك ده رمز المسيح اللي مثاله يخلصنا. المسيح هو المخلص. ففي رموز في العهد القديم ده ظل. يعني العهد القديم ظل، العهد الجديد نبص نلاقي الحقيقه. الظل اصبح ايه؟ تحقق. فنرى العهد الجديد في العهد القديم مظللا، ونرى العهد القديم في العهد الجديد معلنا واضحا. فنهر الأردن هنا
رمز لموت المسيح. أمين. علشان كده جه نعمان وأطاع. وطبعا في الغطسة السابعة يبص نعمان يلاقي لحمه، اللحم المريض، الرحم الأبرص اللي فيه النجاسة، اللي فيه عرضة للتآكل والموت، أصبح لحمه لحم صبي صغير. ويقدر يغني بقى زي ما مكتوب في سفر أيوب، يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوجت المستقيم لكن لم أجاز عليه، واحد دفع الثمن بدالي، لم أجاز، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. وصار لحمه أغض من لحم الصبي، يعني لحم ناعم مش خشن مش مريض، يعني لحم جديد. وده رمز للحياة الجديدة والطبيعة الجديدة اللي ياخدها كل واحد يجي تايب ومآمن بعمل المسيح. عندي سؤال، من جهة كلمة الرب نعم إلها رمز أيضا أنه هي مياه تنظف. أي. أنا حابب أسمع عن هذه كمان شوية. كلمة ربنا بتنظف وبتطهر. أفسس 5 يقول مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. هنا الكلمة بتولد من جديد، كلمة بتولد، يعني نعمان سمع كلمة ربنا راح الأردن، اللي يجي دلوقتي يآمن بموت المسيح، ما فيش سكة لغفران الخطايا إلا المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فالإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، زي ما الرب قال نيقوديموس، يعني إن لم تولد من الماء والروح، الماء اللي هو كلمة الله والروح القدس اللي يصاحب كلمة الله، اللي يبكت الإنسان، يقنعه أنه خاطي، يقنعه أنه أبرص، يقنعه أنه نجس، فيجي اللي بيطهر بقى. إذا كنت أنت نجس وعندك نجاسة، إيه اللي ينفع غير دم يسوع المسيح؟ أمين. أحبائنا مشاهدين، نحن حابين نرجع معكم دقائق معدودة، حناخد هيك بريك قصير ونرجع معكم. حبيبي أبيض أحمر، بطنه من عاج، كلامه مثل العسل. عدوا طريق الرب، حملة جمع تقديمات الآرامية. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. هل أنت في المسيح؟ لا يستطيع الغصن أن يثمر إن لم يكن ثابتا في الكرمة، لكن متى ما ثبت حينها يستطيع أن يعطي ثمرا جيدا. نحن بدون المسيح لا نستطيع أن نثمر للملكوت. اثبت إذن فيه واعطي ثمر يليق بالكرمة التي أنت غصن فيها. الآرامية بحاجة إلى 250 مشترك شهري بقيمة $100. صلوا من أجل هذه الخدمة. فيك بيهتم، وإن كان حالك يا خي حال العدم، وعد أمين بيسدد كل احتياج. حبيبي أبيض أحمر، بطنه من عاج، كلامه مثل العسل، كله عيناه. على الأبواب الرب يجي. أعدوا طريق الرب، حملة جمع تقديمات الآرامية، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. مشاهدين الكرام، أتباع وتلاميذ الرب يسوع المسيح، كما نوهنا سابقا بأن احتياجات الآرامية لهذه الحملة هي $240,000، $45,000 هي ديون مستحقة لشركة البث. نرجو أن تذكرونا في صلواتكم، عالمين أن الرب
قادر أن يعين أولاده بحسب غناه في المجد. آمين. نلهش بكلام الكتاب على الأبواب الرب يجي على الأبواب على الساحات رح يجمعنا على الساحات. أحبائي المشاهدين، مرة تانية نحن معكم وموضوعنا كان هو مكاسب روحية رغم الخسائر المادية، وحكينا عن موضوع نعمان والبنت اللي الرب استخدمها مشان تكون بركة ببيت نعمان. وصلنا انه كمان انه صار في ولادة بشكل نعمان، صار في تغيير عندما دخل الأردن. من جهة جلده صار كصبي، مش عارف اذا حكينا على الموضوع ما حكيناش من جهة الجلد، اذا بنرجع بس مشان هو نعمان يعني اتولد من جديد. أوكي. اتخلق من جديد بالخليقة الروحية. الخليقة الروحية. أوكي. يعني معنى واللي بيجي ربنا خلاص، يعني كان في آدم، اللي في آدم بيموت الجميع، لكن في المسيح سيحيا أو يحيا الجميع. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أمين. والحياة عمان هنا تغير، يعني خد قلب جديد ومعاه ثلاث حاجات كمان. يعني ثلاث حاجات روعة خدهم نعمان. نعمان اتغير. شوف كيف التغير، وين التغير صار. يعني ثلاث أشياء حصل عليها نعمان. نمرة واحد، نعمان بقى عنده قلب سخي. قلب سخي. يقول طبعا لما قال وذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل. فنعمان الطاغية، نعمان الطاغية يبقى متواضع، يقول لأليشع والآن فخذ بركة من عبدك. انا اعتقد لما بيقول له خد بركه من عبدك ما يقصدش بقى الهديه والتوجه الاولاني، يعني هو واخد هديه علشان تمن التطهير. لكن هنا بيقول له طيب انا خلاص عرفت ان انا يعني طهرت بالنعمه، طب ما تاخد بركه، خذ بركه من عبدك. وحلو المؤمن يبقى عنده قلب سخي، حلو السخاء. وحلو العطاء. قال له الان فخذ بركه من عبدك، لكن عشان أليشع هنا بيمثل النعمة ونبي النعمة رفض ياخد منه، ألح عليه نعمان، ألح عليه فإيه؟ فأبى. والخادم لما يبقى الخادم نزيه، يبقى خادم نزيه ويرفض العطايا. طبعا يعني أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، أحيانا واحد يقدم تقدمة وفيها نوع من التعالي والكبرياء، الخادم يرفض، خادم نزيه. ولما الخادم يبقى نزيه الناس تتمنى التراب اللي تحت رجليه، وده اللي حصل مع أليشع. فلما رفض ياخد منه قال له طيب انت مش هتاخد مني بركة؟ طب انا عايز اخد منك، هتاخد مني ايه؟ قال له اما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب، يعني مش بغل واحد يا اخو يعقوب لكن بغلين. حمل بغلين من التراب. ايه ده؟ عايز فيه التراب؟ يقول اصله انا هروح سوريا. اوكي. ومن هنا ورايح مش هقدم ذبايح للآلهة الوثنية، أنا هعمل مذبح بالتراب ده، ومش هقدم ذبايح إلا للإله الحقيقي. الله الحي. أمين. الحقيقي. أمين. يبقى نمرة واحد قلب سخي، قلب سخي. نمرة اتنين إدراك مستنير. أمين. إدراك مستنير. قال له عبدك من هنا ورايح مش هيقدم أي محرقات ولا ذبايح لآلهة أخرى بل للرب. الحاجة الثالثة بقى، عنده ضمير حساس. وإحنا محتاجين قوي المؤمنين يبقى عندهم الضمير الحساس. أمين. إيه الضمير الحساس؟ قال أليشع قبل ما يفرقوا ويودعوا، قال له عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك. الله، مين اللي علمه ده؟ يا سلام، يا سلام على مدرسة نعمة الله. أمين. نعمان تعلم درس عظيم، وبيقول أليشع خلي ربنا، يعني انا نفسي ربنا يسامحني ليه يا نعمان، ايه الغلط اللي بتعمله، ايه الخطيئة اللي بتعملها؟ قال خلي الرب يصفح، والان عن هذا الامر يصفح لعبدك. الرب لعبدك عند دخول سيدي الى بيت رمون. طبعا الملك رمون. ملك ارام، ملك وثني. مظبوط. بيعبد الاله اسمه اله رمون. والاراميون كان عندهم الهة كتيرة.
منهم الإله رمون، فرمون ده صنم إله وثني، ورمون ده الإله المسؤول عن إنضاج الفاكهة ومنها الرمان، ربما اسمه رمون كده. رمون يعني الإله اللي بيسوي الرمان، إله إنضاج الفاكهة أو المسؤول عن ال ال يعني عشان يسوي الفواكه، عن البرق والحاجات اللي زي كده. إله الأمطار، إله الأمطار والزوابع وإنضاج الفاكهة اسمه رمون. فقال له الملك، يبدو الملك سنه كبير، فقال الملك وهو داخل عند الإله رمون بيسند عليا وأنا، هو طبعا ضميره بدأ حساس وكأنه بيقول أنا المفروض ما روحش عند الإله الوثني ده، والمفروض ما تدخلش مع الملك، بس يبدو الملك بيطلب مني يعني يعني عايز يقول خلي ربنا يسامحني لو الملك طلب مني أني أنا أروح علشان أقدم ذبيحة للإله رمون. طبعا نعمان لسه عارف الرب جديد، مؤمن حديث، فأليشع ما حبش يحمل عليه أكتر من طاقته، فقال له اذهب بسلام، يقينا الرب هينميك والرب هيكبرك. أمين. فأخذ نعمان السرياني 3 أمور مع التطهير. أمين. 1 قلب سخي، وطبعا المؤمن السخي ده مؤمن ربنا هيباركه، ده علامات الإيمان السخاء. 2 إدراك مستنير، عرف انه لازم يقدم ذبايح لله الحي وحده، قدم ودلوقتي نقدم ذبيحة الحمد، تسبيح، السجود والعطاء وفعل الخير والتوزيع، دي ذبائح روحية في العهد الجديد الله يصر بيها. وكمان التالتة بقى عنده ضمير حساس، حاسس انه دي خطية المفروض ما عملهاش، والمؤمن المفروض يبقى حساس، يعني في كلام المفروض في كلام ما نقولوش، في تصرفات ما نعملهاش. الرب بينمي المؤمن وبيديله حساسية يوم بعد يوم. ومن هيك بيقول الثعالب الصغيرة هي الذي تفسد الكروم، تفسد الكروم. الرب يحافظ يعني عليك. أي خطية بعلاقة المؤمن مع الله وما عنده الروح القدس اللي بكته معناتها في مشكلة. الرب يعطينا الإحساس لنسمع لصوت الروح القدس ونعيش الحياة نكون نحن فرحانين، لأنه المؤمن اللي في عنده شيء بحياته مش مفرح الرب فيه، صدقني هو ما بيكون فرحان. صحيح. حنتكلم على النقطة 5، وبيقول عبيده ومشورتهم الحبية. الحقيقة العبيد دول حلوين قوي. يعني قال واحد قل لي مين أصحابك، مين أصدقائك، أعرفك مين أنت. الحقيقة نعمان الأرامي كان عنده عبيد، أنا مش عارف جيبهم منين، إيه الحلاوة دي، إيه الروعة دي، كويسي، الطيبة دي. يعني يبدو ان الولاد دول بيحبوا سيدهم نعمان. ونعمان لما قال له يعني روح الاردن غضب وشعر ايه يعني ايه، انا عايز دواء، انا عايز كريم، انا عايز صلي، يعمل حاجة، ايه انزل الاردن، يعني غضب نعمان. لكن العبيد قربوا منه وقالوا يا ابانا لو النبي، لو الرجل ده طلب منك امرا عظيما اما كنت تفعله؟ يعني لو قال لك هات لبن العصفور، انا مش عارف العصفور عنده لبن ولا، لو هات لبن العصفور يعني هات حاجه المستحيله مش كنت تجيبها؟ طب طلب منك حاجه بسيطه اعملها. يا سلام، يقول الكتاب تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. الولاد دول، الغلمان دول، الرجال بتاعه رجاله فعلا افاضل، لم يجاملوه يعني ابدا، وبيحبوه. في امثال 12:26 يقول الصديق يهدي صاحبه أما طريق الأشرار فتضلهم. يعني لو عزيز المشاهد مين صاحبك؟ يعني لو صاحبك يشجعك إنك تصلي، يشجعك تقرأ الكتاب، لو صاحبك يشجعك تروح الاجتماع يوم الحد بدل ما تروح تتفسح يمين وشمال ونضيع وقتنا، مين الصديق اللي بيدفعك نحو الرب؟ هذا الصديق المخلص. يعني الصديق يهدي صاحبه. لو أصحابك دايما بيجيبوك لورا بلاش منهم. يعني أحيانا في صداقات يعني قلتها أحسن، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. عشان كده ياريت تتصاحب مع واحد أحسن منك روحيا أو زيك روحيا. أنا يعني عايز حد ياخد بإيدي، عايز حد ياخد بإيدي. فالعبيد دول عبيد فعلا مشورة حبية،
وأقنعوا نعمان أن يروح نهر الأردن وينزل في نهر الأردن ويتمتع ببركة التطهير. حقيقة ما قلت الصديق بيجرح مرات، بيجوز يقول لك شيء بيجرحك بس هو لخيرك يعني بيحكي. نعم. أمينة هي جروح المحب وغاشة هي يا قبلات العدو. مظبوط. أنا هذه كان بدي أتذكرها. شكرا. حنتكلم عن أليشع وعطايا النعمة المجانية. طبعا أليشع إدى كل البركات لنعمان بدون أي شيء، ولما يعود نعمان إلى أرام ويتكلم إن ربنا شفاني، الناس يقولوا خد منك إيه؟ ما لو خد منك إيه هيشوه النعمة. لكن يقول بدون شيء، بدون شيء، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. يعني والخلاص من منطلق نعمة الله. أصله خلاص ربنا عظيم جدا، الإنسان أفقر من إن يشتريه، وربنا أغنى من إن يبيعه. فحلها الواحد يقبل العطية بالنعمة. فأليشع رفض ياخد. والحقيقة أليشع ده شخص نبيل وعظيم، يتعامل مع الأغنياء دون تزلل، ومع الفقراء دون تعالي. أمين. بنعمة الرب. بس حناخد دقائق. في عنا أخ دانيال معنا على الهوى. أخ دانيال. سلام المسيح. سلام المسيح. كيفك يا أخ دانيال؟ نشكر الرب يسوع المسيح. الرب يبارك حياتكم. أمين. خينا جاكوب والأسيس كمان صفوت. خادم الرب صفوت. ياس. أهلا بيك. الرب يبارك حياتكم. حبينا نشارك معاكم هيك بمداخلة سريعة. الحقيقة نعمان السرياني أسيس منشوف أنه ما كانش مؤمن. لكن الغريب بالأمر أنه رغم عدم إيمانه الله استجاب وعمل طهره من برسه. وهذا يعطينا إشارة أنه الله يكرم رجال الله. يعني منشوف أليشع لما أمر قال له نخلي يذهب إلى النهر. وإذا بنقرأ معكم بعد الآيات قال فأرسل إليه أليشع رسلا يقول اذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فمنشوف أول ميزة بيّنت عليه أنه غير مؤمن. قال فغضب نعمان ومضى وقال هو إذا قلت أنه يخرج إلي ويكف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص. أيضا منشوف هون فتقدم عبيده وكلموه وقالوا العدد 13 يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. هون ما كانتش بشارة يعني مثل ما الرسل ببشروا الناس لحتى يتوبوا ويؤمنوا بالرب، لكن قال لك أوكي نعمل مثل ما عم تقولوا، لكن راح بعدم إيمان. ولكن رغم عدم إيمانه لكن منشوف أنه الرب شفاه. قال فراجع لحمه بيقول فنزل وغطس في الأردن عدد 14 سبع مرات حسب قول مين؟ رجل الله. فراجع لحمه كلحم صبي. منشوف هون رغم عدم إيمانه لكن الله يكرم الذين يكرمونني. فمنشوف أنه الله أكرم أليشع. يعني لو كان راح وما طهر كان قال هذا النبي نبي كذاب وكان صارت مشكلة كبيرة. ولكن بالأعجوبة اللي صارت منشوف يرد نفسي يهديني. منشوف الملك آمن ومثل ما قلت أسيس الآيات اللي بعدها أنه عن الإله العظيم آمن بهذا الإله العظيم ونادى به. ومن هنا هنا إشارة ثانية هنا حصلت الولادة الجديدة بعد أن غطس سبع مرات والرب عمل معه هذه العجوبة. فأحيانا كثيرا في ناس غير مؤمنين لكننا نراهم يشكون ويأتون إلى الرب، وهذا إشارة أنه رجال كثيرين يصلون لأجلهم. وأيضا الله يكرم
الذين يكرمونه. يعني بمعنى في ناس كثير عابرين او اهلهم غير مؤمنين لكن فجأة بيصيروا مؤمنين. فهون بصلواتنا نحن كمؤمنين صلوا لأجل بعضكم البعض رافعين أيضا طاهرة في كل مكان. فالصلوات لأجل بعضنا البعض كثير مهمة. ولابد أنه أليشع صلى رغم أنه الكتاب لم يذكر لكن صلى إلى إلهه والله أكرم أليشع بشفاء هذا الإنسان نعمان السرياني. والرب يبارك حياتكم وما بدي طولش عليكم. دانيال ثانك يو. ونحن هلا عم ننقل لكم لايف من روم، تاخرت شوي سامحوني، من روم جيزس لاب على البالتوك، وفي ناس كثير عم يسمعوكم، وفي معاكم ايضا اسيس جاكوبي كمان عم يسمعكم، هو معروف باسمه الحقيقي، ما بعرف اذا بيتصل فيكم، انا حطيت الرام وممكن يتصل ويشارك معاكم، وبعض الاحبه ايضا بالروم كمان موجودين معنا. الرب يبارككم. الرب يباركك يا اخ دانيال. الرب يباركك يا اخ دانيال. وانا بدي شجع الانسان اللي ايمانه ضعيف، ابو الولد بيجي لعند الرب يسوع بيقول له ابني اشفيه، بيقول له اذا كنت تؤمن، بيقول له اعن ضعف ايماني. وانا متاكد انه الرب بيتعامل مع الانسان. صحيح. هي كمان القصه الروعه في نعمان انه ليس فقط شفي من مرض البرص، لكن نعمان عرف الله الحي الحقيقي. طبعا نعمان لغايه اللحظه ما كانش مؤمن زي ما المشاركه بتاعه الاخ الحبيب دانيال، لكن امن لما رب غيره وقال فعلا في اله حي حقيقي. امين. في عندنا اتصال من الاخ سعد. اخ سعد سلام الرب ليكم. سلام ليك يا اخونا، تفضل. سلام الرب اخويا صفوة. اهلا اهلا حبيبي، بشتاق لسماع صوتكم، ربنا يبارككم. شكرا. شكرا رب. استفسار بس من حضرتك، سؤال. فضل. في الكتاب المقدس بيقول لا يمكن لينبوع يخرج مالح وما حلو، لكن نبص نلاقي ليه رغم نعمة الرب اللي عطيه له كتير يأمر بحرق القائد 50 و50 مرتين. أليشع كمان كان نفس على منوال يعني القائد بتاعه، يعني هو كان تلميذ إلي. فنبص نلاقيه برضو ان لما الأطفال طلعوا قالوا له يا أقرع يا أقرع، يعني يأمر يدع لهم ويطلع دب يأكل 42 طفل منهم. وكمان لما يجي جحزي يقول له برس نعمان برس نعمان يلصق بيك. وضح لي دي يعني الينبوع اللي انبع الحلو ده كله انبع ميه حد في الاخر. شكرا اخ سعد. اخ سعد الرب يباركك. شكرا حبيبي، يباركك. هو طبعا بشكل عام كل المعجزات اليشع معجزات نعمه باستثناء معجزات لعنه. طبعا الموضوع اللي كان بيستهزأ الولاد اللي كانوا بيستهزأوا بإليشع بعد صعود إليا، إليا صعد في العاصفة وصعد للسماء، فطلعوا 42 ولد وبيقولوا له اصعد يا أقرع. أنا مش عارف يعني يمكن أنت تذكر الأخ سعد تذكر يعقوب. أنا أشكر ربنا مش مستعلان كثير بس أشكر. قالوا اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع. ولغاية النهاردة في ناس بتستهزأ بحقيقة الصعود والاختطاف، يعني في قريب زي ما إيليا اختطف للسماء قريب المسيح هيخطف المؤمنين الكنيسة. ففي ناس بتستهزأ. فالنعمة لوحديها حلوة بس في ناس يستحقوا العقاب والقضاء. فالرب سمح، الرب سمح وقال إيليشع قل لهم بقى قل لهم. فطلعت دبة من الوعر ودبتين وأكلت 42. اللي مش بيقدر النعمة إيه يا أخويا سعد قدامه غير القضاء. مفيش. اللي يحتقر نعمة ربنا، يعني جيحزي ده أولى الناس إنه يقدر نعمة ربنا وعطية ربنا. فعاش حياة وضيعة، وأعتقد يعني يمكن خجل أليشع من تصرف هذا الجيحزي فكان قدامه هذا القضاء. ففي نعمة مظبوط، لكن كمان في ايه؟ كمان في قضاء علشان احنا نتعلم. نعم. انا بس النقطة السابعة حابب نمشي عليها.
لأن دقائق ضل على نتكلم على كل الدروس بدقائق بس. احنا قلنا جيحز المتدين ونهاية المسرحية. حياة جيحزي كانت مسرحية 7 فصول. جيحزي معنى اسمه وادي المناظر، فممكن الفصل الأول المناظر اسمه، جيحزي ورياؤه، الجري حاله، الأخذ طبعه، الكذب منهجه، التكويم شغله، البرص له. يعني كذب 3 مرات، يعني جيحزي كذب 3 مرات. أول كذبة يروح يجري ورا نعمان يقول لي سيدي بعتني، يا كذاب هو سيدك أرسلك؟ أول كذبة. تاني كذبة يقول أصله دلوقتي في غلامين من جبل إفرايم من بني الأنبياء، ناس فقراء جايين، كذبة تانية. وبعد ما عمل عملته راح وقف قدام أليشع يقول جاي منين؟ يقول أبدا اللي رحت هنا وهناك، دي كذبة إيه؟ كذبة تالتة. فما كانش قدامه غير القضاء. علشان كده يعني الرب بيحب الإنسان، لكن اللي بيستهتر واللي بيحتقر ما فيش قدامه غير القضاء. فقال له برص نعمان يلصق بك وبنسلك، ومش هتنفع معاك كل مياه الأردن. والله هنا مش قاسي، ده هنا قضاء وجزاء عادل للي بيرفض نعمة الله. فمن يرفض نعمة الله لا يبقى له سوى النقمة ولا يبقى له سوى القضاء. والإنسان اللي بيأجل واللي هذا مثل كأنه عم بيرفض، يعني مثل ما بده يسمع لروح القدس. صحيح. يعني من الخطايا اللي الرب يسوع بيقول ما ممكن تنغفر للإنسان عندما لا يسمع لصوت الروح. صحيح. القدس. بس حابين الدروس السبعة هيك بعجالة نسمعهم واحدة واحدة. الدرس الأول من ملوك، الثاني 5 اللي احنا اتكلمنا، وعنوان حلقتنا النهاردة مكاسب روحية رغم الخسائر المادية. وانا بقول للمسيحيين الحقيقيين الأتقياء في كل مكان في الدنيا، لا تنشغل بالأحداث ولا تنشغل بالخسائر المادية. يعني ياما ناس بيخسروا بيوتهم، ياما في ظلم، ياما في ظلم، ياما القضاء بيعوج، ياما ناس بيفترى عليهم. لكن المؤمنين الحقيقيين مش مشغولين بالأحداث، لكن احنا نكسب في مكاسب روحية. هذه الفتاة الفاضلة الرائعة لم تنشغل بالأحداث، وبابا خسر ايه، وخسرنا بيتنا وخسرنا أرضنا وخسرنا عربياتنا وخسرنا ممتلكاتنا، لكن قلبها مشغول بربنا، قلبها مشغول بالمكاسب الروحية. واحنا في الجو ده لما تشوف الأشرار بيعدونا وبيظلمونا نصلي من أجلهم علشان نربحهم. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. فرغم الخسائر المادية التي تعرضت لها إسرائيل في الوقت ده، وقت زمن أليشع، إلا أنه في مكاسب روحية. نعمان راح أرام وبدأ يتكلم عن الله الحي الحقيقي. ونعمان غالبا قدم استقالة بعد كده، ما نسمعش عن نعمان السورياني تاني، غالبا بقي خادم الرب في سوريا زي الوزير الحبشي اللي لما عرف المسيح ذهب. راح هناك ذهب فرحان. ذهب في طريقه فرحان. قبها خارجية، نجاسة داخلية، بشارة الحرية في فم المسبية. التطهير والخلاص والشفاء لا يمكن نواله بالهدية. الأردن حيث موت المسيح هو السبيل الوحيد للولادة السماوية، تبقى خليقة جديدة. العبيد ومشورة حبية. إليشع وعطايا النعمة المجانية. أخيرا درس نتحذر منه، درس الرياء، جيحز المتدين ونهاية المسرحية. كانت حياته زي مسرحية، لكن مسرحية هزلية نهايتها نهاية أليمة. فليحفظنا الرب. نشكر الرب من أجل كلمات النعمة اللي موجودة بالكتاب المقدس. أنا بشجعكم تقروا كلمة ربنا كل يوم. تقول له يا رب إذا مش فهمان، أقول له يا رب يسوع فهمني علمني. وما ممكن الرب يتركك. أنا متأكد أنه بكل كلام الرب هون في دروس 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 لحياتنا. وإذا بعدك جديد بالإيمان تقدر تسأل أناس صار لهم مدة أكثر، وتدرس الكتاب المقدس وتقضي وقت
تاكل كلمه ربنا كل يوم. انا بشجعك على هالشيء. نحن حنطلب امين خادم الرب صفوت صديقنا انه الرب هو يلمس القلوب يخلي الناس يعرفوا قيمه النعمه المجانيه الرب يسوع اللي مقدمها دلوقتي، لانه حيجي الوقت ويغلق الباب والى الابد. لا يسمح الرب انه يكون في حدا عم يشاهد الحلقه دي وما يدخل الفلك. امين بالفلك المسيح. امين انا حاب تصلي لنا بنعمه الرب. وارجو اعزائي المشاهدين ارفع قلبك معايا، مش بس انا اصلي، انت كمان خلي روحك تصلي معايا. يا رب يسوع المسيح بنشكرك من كل قلوبنا، نشكرك من اجل عطاياك وعطايا نعمتك المجانيه. أمين. كل اللي جي لك يا رب بنجاسته بخطاياه بمعاصيه، انت عندك تطهير، انت عندك غفران يا رب. يا رب زي ما جه نعمان وامن بيك انت الاله الحي الحقيقي، زي ما نعمان نزل الاردن وخلع وغطس 7 مرات، يا رب ادينا اتضاع حقيقي قدامك، ادينا توبة حقيقية يا رب، ادينا نعترف بشرنا وخطيتنا زي ما قال عبدك، ساعدنا عشان نقول قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. نشكرك من اجل كلمتك اللي هي سراج لرجلي وكلامك نور لسبيلي. يا رب بنصلي من اجل كل من يعانون يا رب من نجاسة الخطية. يا رب انا من غيرك يطهر العين، من غيرك يطهر الايد، من غيرك يطهر القلب، من غيرك يطهر السلوك والرجلين. يا ربنا اننا نطلبك في هذه الفرصة تطهير لنا. أمين. يا اللي طهرت نعمان طهر في هذه الليلة الكثيرين والكثيرات. لك يا ربنا يسوع الغالي المجد والكرامة الى الابد. امين امين. احبائنا نشكر الرب يسوع من اجل وجودكم معنا الليلة، والى اللقاء في حلقات اخرى.